السلام عليكم أخواتي حبيباتي، اليوم عندنا فيديو جديد. بسم الله توكلت على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قبل ما نبدأ البنات، ما تنسوش تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس باش إن شاء الله يوصلكم كل جديد. البنات اليوم هذا الفلوغ هذا اللي هو ماشي غنقولوا غير موسمي، غير بعض الناس الله يحسن العوان كتاخذ غير في رمضان، مي هو التمر البنات كيخصو يكون في البيوت يعني بشكل يومي، لأن الوليدات كيبغيو التمر وخصهم ياكلوا التمر. هنا البنات انايا في الدرب ميلا بلاصه التمر، انا كنتقدى عند هذا السيد هذا اللي عنده المحل متوسط، ولاني اهم شيء عنده الجوده وكيتعامل مع الناس وكيدير اثمنه مناسبه. البنات كاين هنايا هاد التمر هادو، انا ما كنعرفش الانواع كامله، مي غنسولو غيجاوبني. سميت هذا البوفقوس، هذا بوفقوس البنات، انتم كتشوفوا الشكل ديالو شحال الثمن؟ 60 درهم البنات. هذا التمر ديال البلاد، البلاد ياك كلشي بلاد، كلشي بلاد. هذا التمر ديال البلاد، وهذا تبارك الله ما شاء الله، هذا ديال الحفلات، هذا مجهول المجهول البنات، هذا ديال الافراح وديال المناسبات اللي بغا يتهلا في الضيوف ديالو، هذا 120 درهم مجهول. وهذا شوفوا هذا البنات، هذا الشكل، هذا شنو هذا؟ هذا الخلطه البنات، ها انتم كتشوفوا شحال الثمن؟ 30 درهم هذا الخلط، هذا زوينه البنات، ها انتم كتشوفوا التمر تبارك الله ما شاء الله، اللهم بارك. شوفوا هذا الشكل هذا البنات عاوتاني، هذا المجهول حتى هو 80 درهم، فوقاني 120 وهذا داير 80. شوفوا البنات هذا حتى هو شحال زوين. كاين هذا، كاين الانواع بزاف ما شاء الله البنات، كاين انواع كثيره كثيره اللي غادي ان شاء الله تكون في متناول الجميع. هاد الاثمنه اللي بديت لكم بهم وهاد التمور الزوينه يعني هي ديال اللي ما جاته قاصحه شويه في الثمن، يديرها غير الضيوف ديالو للمناسبات. هذا حتى هذا نوع ديال المجهوله البنات، شحال داير؟ 115 درهم. وكاين هذا انتما كتشوفوا البنات، حتى هذا راه زوين. سميت هذا فرنسي، هذاك الجهل، جهل هذا سميتو الجهل البنات. شحال العلبه؟ شحال كيلو؟ كيلو داير 30 درهم البنات. هنا هاد الطابله، هاد الجهه هذه فيها غير التمور زوينه الصراحه. انا غادي نتجه لكم الطابله الاخرى. كاين هذا، شوفي انت غير هنا صافي، واخا واخا. وهذا هنا كاين اثمنه شويه اللي هابطه في الثمن، الناس على حسب واخا. وهادو كاينش في كرتونه كبيره، هادو الاولاد كبيره كاينه، كانت اسمي نقص في الثمن واخا. هذا 30، وهذا 30 درهم. شنو سميت هذا؟ جهل، هذا الجهل البنات، هذا داير 30 درهم، وتا هو تمر زوين وجديد. وكاين هذا، شحال هذا؟ 15. هذا داير 15، هانتوما كتشوفوا البنات. وكاين هذا، حتى هذا زوين، هذاك 30 درهم، هذا 30 درهم. والشريحة بلدية البنات غزالة، الكرموس حتى هو 75، 75 كرموس. هانتوما كتشوفوا تبارك الله ما شاء الله. شنو هذا؟ الشريحة مدخولة. وهذا؟ هذيك الهريسة، الهريسة ديال التمر، الهريسة التمر. البنات أنا هاد الشيء الصراحة أول مرة كنعرفو، قالك الهريسة ديال التمر، وهذا الشريحة مطحونة. لاش يصلحوا هادو؟ كيتصفوا في الماء، مع الماء، كلك تخلطهم كويرات مع شي حاجة، مع العسل، مع شي حاجة. واخا صافي، هانتوما البنات هذا راه سميتو مطحون، هنا شريحة وهنا هذا قالك الهريسة ديال التمر. انتم شفتوا دابا هاد الطابله هذه تبارك الله ما شاء الله، التمور اللي فيها. احنا البلاد عندنا راه زوينه وفيها التمر زوين، على ديال البلاد، هو ديال البلاد راه هو احسن البنات، اللي بغى ياخذ ديال البلاد راه احسن لي. ها انتم كتشوفوا دابا هاد الطابله هذه راه هي تبارك الله، نوريكم البنات. هنايا الفاكهه، هنا كاين الزبيب البلدي، شحال هاد الزبيب البلدي؟ 40 درهم. شحال هاد الزبيب الرومي؟ كامل 40 درهم، هذا ديكم ثمن الجمله. والكركاع، الكركاع 180،
180 علاش 180 داك الكركوبه هذا كركوبه حين صحيح زعما اما ماركه وحده واخا وبالنسبه للبيستاج هذيك نص كيلو ولا شحال نص كيلو شحال كدير 15 100 نص كيلو 15 100 نص كيلو وبالنسبه للكاوكاو شحال كيدير 25 درهم خضر ياك هذا 25 درهم خضر الكاجو الكاجو 120 120 الكيلو واخا ها انتما سمعتوا الاثمنه البنات 120 اكاجو حتى هو تبارك الله راه كل شيء زوين كل شيء غزال انتقلوا للطابله الثانيه البنات انتما كتشوفوا اللوز راه الاثمنه كركاع راه قلت لك اللوز شحال داير 80 هذه ماشي البلديه هذه وهذاك الزبيب الكبير شحال داير 50 درهم الزبيب هذا سميتو التمر المجهول شحال داير 110 وهذا 60 هذا البنات 110 وهذا 60 درهم وهذا سميتو هذا 30 درهم الخلط وهذا 40 درهم سميتو خلط وهذا يعني كل ماركة فيها بحال بحال 33 لا 40 40 درهم هذا البنات هذا وهذا بجوج مسميتو الخلط واخا وهذا بوفقوس شحال دايره بوفقوس 30 درهم البنات بوفقوس واخا وهذا كاين 30 درهم كاين 40 العود الجهل عندك الجهل البنات داير 30 درهم وهذا 40 درهم هذا 30 هذا 30 شنو هذا اللي 30 خلط هذا الخلطه البنات 30 وهذا المجهول 60 درهم وهذا الجهل شحال 30 درهم وهذا هذا بوفقوس البنات للتذكير للتذكير الزنقه الزنقه 18 والمحل الرقم 36 البنات هذا السيد كنتقدى عنده سنين راه الله شاهد كنتقدى عنده كنلقى اسمينه مناسبه وصل زوينه كتعجبني وتينصحني باشنو بغيت لا للوليدات ولا للكبار هنايا هنايا بوفقوس كامل بوفقوس هذا البوفقوس شحال كيدير هذا البوفقوس 40 درهم هذا البنات زوين مهبر وحلو سبق ليا خديته هنا هذا داير 60 درهم 60 درهم الخلط وهذا حتى هذا مهبر شويه يعني ما كتجي شويه عامره تامره ياك حتى هذا البنات حتى هو راه زوين داير 60 درهم هذا بالنسبه للناس اللي تبغي المناسبات والافراح ولا شي واحد جاي ياخذوا الدار وياك العتميره الله يجعل البركه واللي تذكره البنات التمر ديما كيتكال بالفرد يا اما وحده اما ثلاثه اما خمسه اما سبعه كما كيوصل وصي النبي صلى الله عليه وسلم هنايا هنايا هذا الصف هذا قول لي مشي من لها واخا اعطيني من هنا هذا هو اللي قلتي لي شحال هذا 110 والشريحه الشريحه فيها من 80 حتى 75 80 ل 75 وهذا الجزائر الجزائر شحال كيدير هذا الجزائر 35 35 وبالنسبه اللي بغى ديال الجزائر البنات كاينه 35 راه ديال البلاد فضل منه الانسان يزيد شويه وياخذ ديال البلاد وهذا اللي محمر بحال الزيتون شال البنات على لون هذا البنات داير 15 درهم وهذا هذاك الرجل داير 25 درهم هذا 25 سميتو الجهل الجهل هذا داير 25 درهم البنات واخا وهذا هذاك 20 درهم هذا 20 درهم شنو سميتو خلط الخلط يعني راه كاين في متناول الجميع البنات راه جميع الاثمنه كاينه يعني الدرويش والمتوسط والغني الحمد لله التمر بعدا راه كاين والفيتامين ديالو راه تمر تمر كي الغالي كي الرخيص غير هو الانسان كتبقى على حسب الشوفه والجوده وصافي وهنا هذاك دايرين 25 درهم 25 درهم سميتو هذا خلط الخلط
خاطر كنا فيه من نوع ماشي تسمعي خلط اللي ما عنده دابا سميته نقولوا ليه خلط. كيفاش؟ اللي ما عنده سميته نقولوا ليه خلط. اه اللي ما عنده سميته تقولوا له الخلط اللي ما بيناش واضحه السميه ديالو. واخا وهذا حتى هو خلط حتى هو حتى هو خلط. هذا ديال كتندر. وهذا بوس حمي. سميته؟ بوس حمي. بوس حمي بوس حمي. هذه تسميوها بوس حمي البنات. هذه البواطه فيها 2 كيلو ياك؟ شحال دايره الكيلو؟ دايره 300 درهم. دايره 300 ريال الكيلو يعني 30 درهم الكرتونه. البنات تبارك الله هذا حتى هو راه زوين. ومهم اهم شيء ما يكونش قديم وما يكونش مسوس. موات النحل دايره 40 درهم. واخا. وهادي حنا وصلوا لهادي. هذا حردان. سميتو؟ احردان. احردان تبارك الله ما شاء الله. حفظوا معايا البنات راه كاين داك الشيء كثير ما شاء الله تبارك الرحمن. حفظوا وتعلموا تسميات ديال التمر. انا كنتقدى التمر بلا رمضان والصراحه ما كنعرفش فيه بزاف الماركات. دابا اليوم ان شاء الله قدرني الله نعرف الاثمنه ونعرف الاثمنه راه من عام لعام كتغير ولا من شهرين لشهرين كيتغير ولكن السميات راه كيبقاو هما هما. وهذا هذه موت النحل. موت النحل دايره 40 درهم الكيلو. موت النحل دايره 40 درهم الكيلو. انتم كتشوفوا حتى هي تبارك الله صفراء ذهبيه غزاله ما شاء الله. وهنا هذا داير 30 درهم. هذه بحال هذه بحال هذه. وهذه خلط. خلط حتى هذا خلط باش تشوف التذكيره البنات. هذا مع الاخر شوفوا هذا جاي زوين عاطي المنظر على الاخر تبارك الله مبره. شحال دايره؟ 30. 30 واخا. وهذا المجهول. تبارك الله ما شاء الله البنات. انا اشوف كاين السوق الناس كثيره والمحلات كثيره. انا فضلت نصور لكم غير عند السيد اللي كنتقدى عنده لانه انا ملي كنتقدى فشي بلاصه وكنثيق فشي بلاصه كنبقى نتقدى منها. هادشي اللي كاين تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا راه اللي بغيتو كاين فاكهه. كاين الفاكهه الجافه كاين الفاكهه الطريه اللي بغيتوها راه هي كاينه. كاين هاد التمر هذا حتى هو زوين ولكن باين هذا استورد. شنو هذا؟ السكري. هذا السكري البنات. هذا السكري ديال برا ديال السعوديه هكا يدير 40 درهم. كاين هذا السكري هذا فيه غير البواط ولا فيه بيتاي كتعبروا الكيلو؟ كاين 3 كيلو. هانتوما تبارك الله ما شاء الله راه كل شيء موجود. الله يوفقهم ويسهل عليهم ويسهل على الجميع وان شاء الله نتمنى من الله هذا الفلوق هذا وهذا الفيديو هذا يعجبكم. اها شوف هذا كاينه هذه الخلطه هذه هي تبارك الله. شوف غزاله قال لك دايره 50 درهم. الزنقه 18 او الشارع 18 والرقم ها انتم كتشوفوا راه هو 36. 36 باقي شي حاجه مخبيه صافي شفنا كل شيء تبارك الله. الخير هو هذا انتم كتشوفوا. او يا ربي تبلغنا رمضان والله يسهل على الناس كامله والله يبارك لكم العواشر يا ربي ان شاء الله. والله يبلغنا سيدنا رمضان وشكرا. وان شاء الله فيديو اخر جديد ان شاء الله حاجه اخرى. دابا ملي ساليت لكم الفلوقات عاد غنبدا لكم مع الشهيوات البنات والشهيوات اللي غيكون داخل فيها ان شاء الله حتى التمور. السلام عليكم.